احنا في رمضان، وفي رمضان دايما بيبقى غير الصيام بالنسبه للكويره في دورات رمضانيه زي الدوره اللي شغاله دلوقتي، ولكن زمان كانت الدورات بالنسبه لنا بتبقى يعني تنظيمها اقل شويه والجمهور حاضر. عايز ذكرياتك مع الدورات الرمضانيه اللي انت حضرتها وانت صغير قبل بقى ما تحترف الكوره. اكيد طبعا، يمكن لما تكلم على رمضان دايما بتاخد التراويح، يجي بالك التراويح، يجي بالك الفطار والقطايف والكنافه والدورات الرمضانيه يعني، فما كانتش بتخلى دايما يعني. لكن انا كنت دايما بنلعب دورات رمضانيه قبل الفطار، يمكن وقتها في البلد جنبنا بقى ما كانش فيه اضواء زي دلوقتي، بنلعب على ملعب تراب، فكانت حاجات ممتعه جدا بصراحه يعني. كنا بنلعب ماتشات ودايما كنا بنحس بالدورات ديت برمضان والروحات دي تبقى موجوده دايما في رمضان. فاكيد طبعا يعني، فما ينفعش رمضان يكون موجود من غير ما يكون في دورات رمضانيه يعني. كابتن جدو، هاخدك بقى للمجال التدريب الجديد اللي انت فيه دلوقتي، وما شاء الله عاملين موسم متميز جدا مع نادي المقاولين العرب تحت قياده كابتن شوقي غريب. اولا عايز اعرف انتوا يعني السنه اللي فاتت المقاولين العرب كان بينافس على الهبوط لحد الجوله الاخيره حرفيا، لكن السنه دي في كلام يعني احتمال ان هو يشارك في البطولات الافريقيه ويتواجد في المربع الذهبي، فهل ده كان طموحكم من اول الدوري ولا لما مع الانتصارات لما جت تحول الطموح مع وسط الموسم للطريقه دي؟ كده طبعا الحمد لله، ممكن ادينا موسم كويس. جينا من الموسم اللي فات كان المقاولين برضو كان في موقف صعب جدا، لكن كابتن شوقي قابل التحدي ومسك الفريق في وقت صعب جدا. الحمد لله ان احنا قدرنا نعدي الفتره الصعبه دي بنادي المقاولين، ان احنا نقدر نقعد في الدوري الممتاز. بدأنا الموسم الحمد لله عملنا تدعيمات جيده مع الفريق، وجبنا لعيبه فرقه كويسه ولعيبه شباب صغيرين طلعناهم من تحت معانا، بعدين عملنا توليفه كويسه الحمد لله. وبدأنا الموسم بشكل كويس، ويمكن ما كانش طموحنا، يمكن كان طموحنا ان احنا نأدي كل مباراه لوحدها، ما كانش لينا حاجه ان احنا عايزين نوصلها. يمكن كنا طموحنا ان احنا نقعد في الجدول في الدوري بشكل كويس يعني، لكن مع تولي الانتصارات يمكن كسبنا 5 مباريات ورا بعض، فاعتقد ان ده اعلى طموح شويه لدينا، ان احنا بدانا نفكر دلوقتي ان احنا نفكر ان احنا نلعب مركز متقدم، ان هنا البطولات الافريقيه الموسم اللي جاي ان شاء الله او البطولات العربيه تبقى موجوده. فنتمنى ان شاء الله ان بقيه الموسم يمشي بشكل كويس وزي ما احنا مخططين له ان شاء الله، وان احنا ننهي الموسم في مركز كويس ان شاء الله يعني. الله. كابتن جدو، اخيرا طبعا سي في كابتن جدو كلاعب غني عن التعريف وهداف افريقيا، ولكن بقى في المجال الجديد اللي انت بتتحسس فيه خطواتك الاولى وما شاء الله بادئ كويس جدا كمدرب، عايزين نعرف الناس بمشوارك بدا ازاي كدورات تدريبيه وكمحطات، وان شاء الله طموحك ايه في المستقبل القريب، خاصه ان بعض ابناء جيلك بداوا يتواجدوا مثلا في المنتخبات الوطنيه. واكيد طبعا طموحنا، يمكن لسه مبطل بقالي سنه، ويمكن خدت التدريب مع الكابتن شوقي غريب، وانا محظوظ ان انا بمرن مع الكابتن شوقي غريب، راجل مدير فني كبير ليه اسمه وليه تاريخه وليه انجازاته مع المنتخب الاولمبي او سواء مع الانديه او درب منتخب مصر قبل كده، فراجل مخضرم جدا ان انا ابدا معاه التدريب، فده حاجه كويسه بالنسبه لي، اتعلم منه بشكل كبير جدا الحمد لله. يمكن بدانا في الدورات دلوقتي مع الاتحاد المصري، بدا يعمل دورات كانت موقوفه بقى لها 5 سنين، بدا في دورات السي والبي اللي هتعمل ان شاء الله في شهر 5 اكون موجود وان انا اقدر اخدها باذن الله. طموحنا اكيد الحمد لله ان انا بفكر ان شاء الله ان انا اكيد طبعا لكل مرحله طموحها، لكن المرحله الحاليه انا في مرحله ان انا اتعلم ان مع الكابتن شوقي غريب وبتعلم دورات، وبعدين ان شاء الله نشوف في المستقبل ايه اللي ممكن يكون موجود يعني، لكن اكيد طبعا طموحنا كبير، ونتمنى ان شاء الله التوفيق في الخطوات اللي جايه باذن الله يعني.